بالنسبه للمقابله كما قلت انا مقابله ايجاد منافع لا كاليفيكاسيون. بالنسبه يعني للاعبين اللي قلت لنا ما عندهمش مغالطه في رجليهم، بالعكس كل شيء يعني بعد ما كان الاصابه كثيره جميع اللاعبين بدون استثناء انهم خذوا الوقت ديالهم في لي ماتش. سافا دير غير كنا غادي نبروفيتي ونبروفيت لي جيبو لي بيسي نحاولوا نقحنا بعض اللاعبين اللي هما على الاقل ياخذوا ان تيبو طون في لو ماتش، او ميم طون نفكروا انهم نديروا ان جيستيون ديال لي جوار سيرتو لي جوار اللي بزاف ديال الماتش، باش انهم كما كنقولوا نحاولوا نستافدوا من هذه المقابله نرتحوهم ونبريفاريهم لزوز ماتش ان شاء الله سيرتو ديال الشامبيونات. وطبيعة الحال الطموح ديما كاين، العزيمة كاينة، الإرادة بطبيعة الحال كنقسموا نفس سميتو مع الجمهور ديالنا، لأنه الفريق هاد السنة هادي نعرفو أنه ضيع واحد الكأس غالية، نتمناو أنه كما كنقولوا نردو الإعتبار في هاد الكومبيتيسيون هادي، كأس فينال سي فغيمون نلعبو الماتش روتور في أكادير سي أن أفونتاج اللي يمكن أنه يساندنا فيه الجمهور، ولهذا نتمناو إن شاء الله في يعني في نحققو الاهم الان وهو يعني لا كونسونتراسيون مع الكاب فينال في كره ديمي فينال هذه مقابله بمقابله، والان تركيز زين على المقابله ديال غدا الفطر. هو بطبيعه الحال فريق قرار دو فريق سيمتي في كاتي لا فورماسيون سادير ان جور اللي كيدير لا فورماسيون يعني عنده اون باز تكنيك و تاكتيك اللي كيابليكا جميع لي ماتش سوا دوميسي سوا ليكستيريور. سي فغي سي ان ماتش غادي يكون تخي ديفيسيل سورتو بارو دو انه خص قلب الانتصار باش تضمن على الاقل قلب الحظوظ ديالها في انتظار المقابله الاخرى. بالفعل انه خدينا مع مقابله وعاود خدينا كما كانت اناليز على ليكيب ادفيرس ابخي الماتش اللي عندنا معاهم توجور كاين لي كاليتي تكنيك سورتو كاين قابليات بزاف، ولهذا ان شاء الله كما كنقولوا نتوفقوا في المقابله وقفنا على جميع النقاط، لان كما قلنا من بعد الصحوه ديالنا ونا با لي رول باش نرجعوا للوز سافو ديال صنحوا نتيجه ايجابيه كيف ما بغا يكون ادفيرسير. السلام عليكم، صباح الخير للجميع سمو الصحفيين وايضا لكسيم صفا وكريم وايضا ضيف اللي كان معنا. بالنسبه لسؤالي لك سي مصطفى، بالنسبه لعوده اللاعبين المصابين واش غتشهد المباراة ديال مثلا ماليك سيسي وايضا شكون هما اللعبة اللي باقيين بليس؟ سي فري هو اللي جو بليسي ابار يعني كلهم بداو كياخذوا لي زونترينمون ديالهم، كاين اللي تحت المجموعة كاين اللي كيدير كما كنقولوا التدريب الفردية، ولكن الاقرب الان باش يتحت المجموعة كاين سيسي وكاين كنديركي ومن بعد يمكن يكون صادق المنافسه المقابله هذه اقرب لي يقدر يكون هو سيسي لتاح المجموعه، ولكن ماشي بشكل كما كنقول رسمي وانما تدريجيا يجب اقحام اللاعب تدريجيا باش ما نطيحوش في البيج اللي طحنا فيه من قبل. وقتهم هذا هو الافونتاج يمكن كما كنقولوا استغلينا في المرحله اللي ما كناش فيها مزيانين وشافنا لاعبين اللي ما كانوش كانوا كيلعبوا، ولهذا في المقابله ايضا غادي تكون تدوير لاعبين على حسب. وايضا ما خصناش نساو ان مقابله مهمه بالنسبه لنا في الباركور ديالنا، بالرغم ان احنا كما كنقولوا كنقبلونا على كاليفيكاسيون، مي دزنا واحد الحاله كانت صعيبه ما بقيناش عاود يدخل الشكل اللاعبين، ضروري خصو يكون ان اكيليبر في الفورماسيون ديال الدار باش نحققوا نتيجه ايجابيه. اولا نبغي نشكر اللاعبين لان بفضل اللاعبين كما قلت كيفضلوا المجموعه باش كتسجل، يعني ما يمكنش انك تكون لاعب واحد في التيران وغتسجل، هذا كيجيب على واحد المجهود ديال اللاعبين. الحمد لله يعني انا ما كنكونش كنفكر في وسط في المباراه انني لازم علي انني نسجل، حنا كنقولوا في الفريق ديالنا انه اللي سجل يعني المهم هو ان الفريق يزيد لقدام. الحمد لله الان انا متصدر الترتيب الذهبي في الفريق ديالي، الا كان كتاب انني نزيد نفس على الهداف ديال لاكاف فانني غادي نحاول نزيد باش انني نعطي اضافه للفريق، ولما لا ان شاء الله نمشيو ابعد نقطه في المسابقه. رساله ديال الجماهير فهي الحضور الميدان، لان حنا بالدعم ديال الجماهير ديالنا داخل الميدان ولا خارج الميدان فكنكونوا اقوياء، كنتمناو ان الجماهير ديما تجي تسالنا رغم المشاكل راهم بزاف ديال الاسباب اللي وقعوا في هذه الاواخر هذا، فحنا كنطالبوا بهم دائما يكونوا حاضرين معنا
لان كنكونوا محتاجين لهم داخل قاعة الميدان. كنطلبوا الجماهير ديالنا تجي تساندنا خصوصا في المسابقه ديال الكاف ولا المسابقه المحليه. كنتمنوا انهم دائما يكونوا حاضرين معنا من هذه المباراه. هذا كنطلب منهم يجيو يساندونا رغم ان المباراه حنا تكلفنا فيها، فكنتمنوا انهم يحضروا ويجيو يساندونا في جميع المباريات اللي كنكونوا خصوصا داخل الميدان، لان كما كتعرف فريق حسين اكادير يعني بدا كيرجع شويه لديك الروح اللي كانت قبل اللي كان معروف عليها، وكنتمنوا اننا نرجعوا ديك الروح اللي غابت علينا هاد المده اللي كنا وقعنا فيها بعد المشاكل اللي كان، باش نحيوا الفريق ديالنا واللي بالا ان شاء الله نفسه على لقب الكاف ومشوا ابعد نقطه في البطوله. سؤالي الكريم، الان فريق تضمن التاهل للدور القادم، من الفرق المرشحه انه يواجه فريق حسين اكادير كاين مصري بورسعيدي المصري النصر الليبي، وايضا في المباراه اللي غتحدد اليوم سواء زاناكو الزامبي. شنو هي نوعيه الفرق اللي يفضل الكريم يواجهها في الدور القادم؟ بالنسبه لي انا فما عنديش اشكال بانني نفس اي فريق كما كان، فكما كتعرف في المسابقات الكبرى ان من الاحسن تنافس فرق اللي كتكون مرشحه الفوز باللقب، وما تنافسش الفرق اللي ما كتكونش مرشحه لانها كتخلق المفاجاه. بالنسبه لنا حنا كنستعدوا للمباريات على اكمل وجه، وكما كانت كما كان الفريق فما كيخلقش لنا مشكل. كنقراو المشاكل ديال الخصم وكنلعبوا اللوجو ديالنا، لاننا حنا ما عندناش مشكل في الاسم ديال الفريق غير ما عندنا اننا نلعبوا كوليكتيف واننا نحققوا التاهل المجموعي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.